اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامجنا المحبب الى القلب، العزيز على العين، القريب من السهل على اللسان. السهل على اللسان. برنامجنا من غير نفسنا. بس قبل ما نبدا حلقتنا النهارده انا هعمل حاجه بسرعه بس عشان شغله تفكيري. لا ما انت ما تثبتيناش وتقعدي تلعبي على الموبايل. مش هاخد 3 دقايق. 3 دقايق هنقعد لك احنا كده؟ انا فاضيه يا بنتي. اصل هي يا جماعه محرمه معايا وانا لازم ادفع قسط دلوقتي. مخرمه سديها. ما هو مش شرط السد. انت يا انتصار يا انتصار، ده انت ما شاء الله عليكي يعني مدبره علي قوي. لا عليا صوت. مش مدبره. عليا صوت. اساليني انا. بورط نفسي في حاجات وبعدين بصراحه مع انا حصل يعني حصل غلاء كده شويه فالدنيا اتلخبطت شويه يعني كنت عامله حسابي على فلوس تكفيني 100 سنه لقدام. ما 100 سنه مع الغلاء اللي حصل بتحسبها بالتنتوفه. الفلوس اللي معايا هتكمل معايا سنتين اجيبها ازاي بحسبها ازاي. هتحوشي لمين يا انتصار؟ لا ليه طب اصرف ما في الجيب. ما انا عليا اقساط. انت قصده بقى تحشري الاقساط دي عشان ما تعوديش نفسك على الصرف. بتجيبي الحاجه بالقسط. يعني انا دلوقتي بسرق، كنت في السوبر ماركت فبجيب حاجات فقلت اجيب حاجات الشهر. ينفع يبقى انا نازله عامله حسابي مثلا على 1600 1700 حاجات الشهر بقى. انت لسه في العصر الحجري. ما انا ايوه كنت رايحه بالاحساس ده. 1600 كنت رايحه تجيبهم لحمه حاجات الشهر. حاجات لحمه والله. لا من غير لا لحمه ولا فراخ. إشي تنظيف، إشي مش عارفه ربصوهات، إشي شاي، إشي سكر، إشي شويه زيت وكده. خزين البيت ب 1600 شهر. شهر ده يوم معاك ربنا. كان بيغرقنا ال 1600 دول يغرقونا ونشحت للجيران ويفضل الشهر اللي بعده ونوفر. الراجل يفضل يضرب الحاجات يضرب الحاجات وبعدين بعد كده يقول لي مدام 16000 مش 1600. قلت له برجع. فطبعا وهو بيرجع الحاجات في تذمر. بس بيرجع في ناس متذمره. ما في واحده ورايا عامله حسابها على ايه؟ على 3600. انا من العصر الحجري زي ما هي. ايه على فكره بصي بس اللي معاه ينفع الحاجات ترجع؟ اللي معاه 1600 واللي معاه 16 تقدري تعيشي بدول وتقدري تعيشي بدول تقدري تدبري نفسك بدول. انا اتفاجئت. مش شرط تجيبي الشهر وتخزني. ما هو في حاجات لو خزنتيها تبوظ. ادي العيش لخبازه. ادي الفلوس للي يعرف يدبرها. عارفه ان المكرونه والحاجات دي بتبوظ فعلا؟ يعني لازم تحط في الثلاجه وبالذات الحاجات اللي عليها عروض. يا جماعه اللي عليها عروض دي ما تفتكروش لله في لله، بيبقى هو هتبقى هتخسر وتبوظ كمان 6 شهور او 3 شهور. فعشان كده اقول لك العلبه بسعر علبتين وخد 3. فانا فرحت بقى. وبعدين المنتجات احنا الحمد لله بلدنا فيها كل حاجه، يعني مفيش منتج مثلا هينقص هيخلص، ما الحاجه موجوده قدامك. ايه زي في رمضان نجري ونجيب ونعبي والعيد. ايه اللي الناس تجري في العيد؟ واحده نزلت جابت احتياجاتها بس وما كترتش. ما هو مش عشان في عروض نكتر. ايوه يعني على قد ما تجروكي بالعروض دي على قد ما تقدري كتري. لا انا اخد احتياجاتي اسبوع مثلا لو انا من اللي بخزن. انت بتنزلي يا بدريه بنفسك ولا بتبعتي حد يجيب؟ لا دلوقتي بناتي، انما انا الاول اللي كنت بنزل اشوف طلبات. لازم الخزين ده عشان تنقي حاجتك بنفسك. انا من النوع اللي عايزه امد ايدي في الدولاب كده اجيب اللي انا عايزاه من الخزين. فتبقي عارفه محطوط ايه لازم. فاهماني؟ ف دلوقتي مثلا الاسعار زادت شويه فنجيب بلاش مثلا اسبوع. كل 3 4 ايام انا محتاجه ايه. يعني الواحده تقدر تدبر نفسها. انا مش عارفه امشي الدنيا. بنتي الكبيره خدي انت تصرفي مشي امورك. يمكن انا مثلا مش عارفه الاسعار مشغوله في شغلي فمش مركزه. انت انزلي شوفي طلبات البيت ايه وما نجيبش زيادات. يعني ما بقاش في رفاهيه. ما بقاش في الرفاهيه. كانوا الاول اطفال كنا نجيب حاجات زيادات كده. دلوقتي خلاص هم كبروا ويقدروا يمشوا نفسهم والدنيا تمشي. عندك بنت مدبره اكتر من بنت. وبعدين انت نفسك ممكن تشغلي دماغك كده انت نفسك تبقي مدبره. بمعنى انا مثلا ايه عندي بلوزات كتير عندي بنطلونات كتير. كنت كل سنه انزل ادلع نفسي اشتري حتتين كده ما وحتتين كده. ما اشتريش. ما الدولاب مليان. ده في حاجات بورقتها. ده في حاجات اتلبست مره. ده في حاجات ما حدش شافها عليا. هو الموضوع يا انتصار امشي دماغي بقى. هو عندي شبشبين 3 ليه انزل كل صيف اشتري اشي اللي في صدقي والاخضر الزرعي والفضي الكلام ده ليه؟
والسيول سيور كده، في واحد سيور ايوه عارفاه، وفي واحد القلقه شبك من قال لما احط لا وبالشنطه والاصفر ابو شنطه طقم لا 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 الشنطه براند ما ينفعش صابون مع الشبشب العادي. بصوا انا هقول لكم على حاجه، في ثلاث شنط براندات بص يا بدري وسابواتي كل صيف طبعا مش كل صيف كل ما عدي اشتري انا حره مالك بتنزه نفسها مالك. لا بس انا هقول لك حركات العين كده وتحولي هتقتلي لك عين ما انا عيني تحولي في عينيكي بدل ما تحولي على الصبغات بتاعتي. لا ما إيه؟ بعد الشر لا دبري احنا في تدبر دلوقتي. انا بحب ادلع نفسي. لا اهدي على نفسك خلاص هي حره يا انتظار السبوات بتترمي ما هي حره ما بتفرقع خلاص احنا هننصحها احنا هننصحها يعني ندبر امورنا ندبر امور كل ما نعدي لان نشتري. بصي بقى انا ليا انا يا جماعه مدمنه شراء انا مريضه لا بعترف ان انا مريضه. المنظمين بيعملوا كده؟ لا ما بيعملوش كده بس بجد اكتشفت يعني في مره وانا معديه كده انا ممكن اي حاجه اشتريها وخصوصا لما ببقى متضايقه اعمل حاجتين اصبغ شعري وده بفلوس كتير برضو بروح اصبغه ومش عارفه اعمل ايه واشتري اي حاجه. وزيك بحب الشنط البراندات جدا ومدمنه وبحب الشوزات جدا إيه اكتر من الهدوم. انت لسه فاكره ان في حاجه اسمها شنط براندات؟ بس انا هقول لك ايه اللي بيحصل بقى. ما كيف تشتري البراندات؟ لما غمضت عيني كده وتخيلت ان انا بسبب الشنطه البراند دي هبقى من الغارمات يعني هتدفعوا لي كفاله. بس اقول لك على حاجه طالما انت كده بصي انا اوصل لمرحله غارمات يا نوليا على فكره يا انتصار مش هقدر اروح لك مواصلات طالما يا نوليا طالما انا مش بعرف اعمل كنترول على نفسي وعندي فوبيا الشراء اعمل ايه؟ ايه بقى؟ تعالى يا استاذ يا زوجي العزيز اتفضل انت دير الدنيا بنتي اتفضلي حضرتك دوري انت الدنيا طالما انا مش عارفه ادور الدنيا انا ربنا يخلي لي مامتي بقى اللي زي ما انت بتقولي كده لان انا منفصله واولادي صغننين مين اللي هيدير لي؟ ايوه يبقى انت عندك اللي يدير لك وانت عندك اللي تعتمدي عليه وتديريه. احنا بنكلم الواحدة اللي هي قاعدة في بيتها دلوقتي وما عندهاش حد يدير لها يعني هي بطولها تعمل ايه تتصرف ازاي تدور نفسها بعقل تدور بيتها بقى. بعقل انزلي اشتري اللي انت عايزاه زي ما انت قلتي تبطلي كل ما تعدي تقولي ده سابو. خلينا نقول ان العالم كله على فكرة يا جماعة مش مصر لا العالم كله فيه غلاء. صاحبتي في انجلترا بتصوت من فواتير الكهرباء والايجار ازمه اقتصاديه كل الدنيا في العالم كله كله صح مش احنا بس بس برضو خلي بالك برضو ما نقدرش نقارن قوي هناك بهنا ليه لان هناك هتقولي مرتبات لا لا هم عندهم ما عندهمش فجعه الشراء لا ما عندهمش فجعه ده بيخش يجيبوا قطعه بطيخ مش بيجيبوا بالكيلوات زينا قطعه لحمه هنا كيلو لحمه عايزه كل ده انتي تطبخي حلقه كيس الرز ما ينفعش اطبخ كوبايتين رز لا كوبايتين يكفوا مين ولا مين أوه. ده الحبه اللي هيلزقوا في بعض كده لوحدهم كوبايه هاخد انا بقى الكوبايه اللي فوق لك حتها كده ولا اعملي كيس صح اعملي الكيس كله. وعلى فكره الناس دلوقتي بقت واعيه وعارفه ان في غلا جامد فما بقتش تشتري برضو عمال على بطال صح يعني انا شايفه برضو عشان بننزل صح. وبنشوف لا الدنيا هديت شويه يعني استنصحه برضو هي مش استنصاح هو انت مضطر انك تعمل ده انا مضطره اعمل كده زي مثلا فكره ايه فكره ان انت كنت بتروحي الاول السوبر ماركت مثلا تجيبي كذا كذا انا اكتشفت ان في حاجات في السوبر ماركت يا جماعه موجوده عند العطار كانت ماما تقول لي فطبعا ايه اقول لها ايوه انا جايه اعدي على العطار بصراحه ما كنتش بعدي ولا حاجه واروح السوبر ماركت واضحك يعني بس انت مشكلتك اكبر من كده يعني ما تقوليش مثلا انك هتوفري في الفلفل الاسود لا الرز البسمتي مثلا موجود عند العطار ارخص بس انت عندك مشكله اكتر من انك توفري 8 جنيه هنا انك تبطلي فكره او تحلمي بفكره البراندات انسي الكلمه ما انا بقول لك الدنيا كلها خلاص بطلي في الرز يعني اللي معاها شنطه براند محافظه عليها لا عشان لا مش هينفع في الوقت ده تشتري شنطه لا هي عايزه تشتري شنطه لا بالعكس أنا عايزة بتقول لك انا بوفر عشان ولادي لا او ثانيه واحده طب انت بتقولي الرز لا ما هو لما يبقى رز وانت بتقولي وفلفل وشويه حاجات كتير قوي العكس على فكره موجوده عند العطار الفاصوليا عند العطار الفول عند العطار مش شرط تجيبيه من السوبر ماركت عشان متكيس بس اجيبه مثلا بالزبط. ب100 وهو عند العطار في مكانه ب50
اذا المبلغ هيجمع معاكي. انا مره كمان جربتها. وفي كمان فكره كويسه جدا. ايه بقى؟ انك من ما تاكليش خالص. عشان يا ريت انت تخسي. اتجوزي العطار انت انتصار. وهاتي حاجه ممكن تعملي ريسايكل للحاجات اللي عندك في البيت. يعني بلوزه كانت ما بتتلبسي لونها ابيض كده وانت كنت رامله انك جبتي 18 واحده بيضه، طلعيها ابتدي البسيها على حاجه ثانيه. ايوه. لو حطيتي فيها حته خرزه صغيره غيرتي. ايوه غيرتي الزراير طبعا، غيري الزراير بتاعت البلوزه فبقت جديده. هي بس رايحه مثلا صيف تذكرها كده عشان هي رايحه صيف مثلا. دايما قبل ما اصيف بروح اشتري صنادل. بصي احنا انا حاسه ان احنا اتغيرنا، ولو ما كناش اتغيرنا احنا بننصح عشان نتغير. فاكرين بكيزه وزغلول؟ يعني لما الدنيا اتدحضرت خالص ببكيزه اتأقلموا. زغلول بقت تقول لها، وهي في الاول كانت حاسه انها تموت لو ما استخدمتش الشامبو. فاكره لما قالت ممكن اخد قطمه؟ او بانيفه كده. طب ما بكيزه اتاقلمت يعني. لا. مش لازم الشاور جل والسبراي المعطر. هي اشترت دلوقتي حاجه في الساحل من ضمن التدبير انها تأجرها نص الصيف وتأجرها. لا ما حدش ينام على فرشتي. لا لا ما هو بص يا جماعه بجد ده موضوع جميل جدا، بس اجمد حاجه فيه حكايه الريسايكل ده. لا تعملي حاجتك وتجيبي بقى يعني شبشب كده تحطي له ورده عشان اوفر عشان اشتري فيلا جنبها. تجيبي شبشب قديم تحطي فيه فيونكه ورده تلضميه حاجه مقطوعه صلحيها عشان نوفر بقى عشان اعرف اشتري حاجه. انت تعرفي ان في حاجات مثلا احنا كنا شاريينها ايام ما كان الدولار ب6 جنيه وحاجات كده. ده هطلعها بصها بالظبط دلوقتي بقت بكام. احسبيها بقى الشوز دي ولا الشنطه دي بقت بكام. وبعدين الشنط واحنا مقطعين يا جماعه الخروج بالشنط ولا مقطعين؟ ما هي شنطتين ثلاثه كويسين، واحده سودا واحده بيضة واحده ملهاش لون. الواحد لو كان غير عربيته كان احسن بدل الشنط. وانا ماشيه راكبه شنطه. ايوه ايه راكبه شنطه اركب عربيه يعني شير. عايزه اقول لا وهلاهين. عايزه اقول لك ان حتى اللي معاها الشنطه البراند خلاص ما بقتش تشتري، خلاص انا معايا اكتفيت. وبيبيعوه؟ ما بيكتفوش يا بنتي اسكتي. ده ما فيش حاجه معلماهم الادب غير الغلاء. قبل كده كانوا بيجروا يشتروا بالقسط. ياه. تقول لك عاجبني 5-3 شنط وغاليين اقسط. بس الحمد لله يعني هيهدوا كده ويتدبروا امورهم. يلا بينا نطلع. نطلع فاصل نطلع لحد ما حبيبتي انا يا ماما نطلع فاصل لحد ما نشوف هنطلع فاصل ونرجع نتدبر امورنا والمقدمات ناخد الفواصل والتليفونات والتليفونات يا جماعه. ورجعنا لكم بعد الفاصل وما زلنا بنناقش موضوع الغلاء، واحنا هنعمل ايه بقى بعد اللي حصل دي والاسعار. معرفش بقول ايه ليه طبعا. بتقولي نناقش؟ تحسسيني ان انا قاعده مع واحده عميقه على المائده المستديره. لا ده انا عميقه من جوايا. هيغرك شكلي هيغرك شكلي. عميقه جدا طبعا. لا عميقه. لا انا عايزه اقول لكل ست ما بقاش خلاص، وكل راجل برضو نصيحه يعني، ما بقاش خلاص فكره ان انت تحاولي انك تفكري انك تخنصري وتسمصري من المصروف، لان هو المصروف بقد كده اصلا فهتتكشفي هتبقى مصيبه وشكلك هيبقى وحش جدا. وبقول لكل راجل اللي كان مداري على مراته هو مرتبه برضو قد ايه، برضو اصبح الموضوع واللي مداري فلوسه بتروح فين وهو متجوز وبيصرف على الست التانيه خلاص مفيش اي حاجه هتروح فين. كل شيء انكشف وبان. مفيش الحياه خلاص هتجبرهم انه لا ده يعمل كده. لا ده هيعمل كده ولا ده يعمل كده. هنكمل برضو في موضوع التدبر اللي احنا بنتكلم فيه. جو بقى اصل في رمضان انا هبقى اعمل طبيخ وبعدين التلاجة مش مساعيه الطبيخ اللي انت طبختيه في رمضان او في الايام العاديه من كتر الحيله اللي بتطبخيها. الجو ده ما ينفعش. واللي طلع بره بقى ما دخلش التلاجة يعني حمض فهترميه. ما بقاش فيه. لو في ولاد يقولوا ما باكلش اكل بايت. ابنك يقول اكل بايت ما باكلوش. لا لا فيش حكايه اكل بايت دي. بقول لك ما فيش جو انك ترمي اكل. يعني هتعملي على قد على قد يخش الثلاجه يطلع على نتغدى منه 3 ايام. وجو بقى تعملي فيها انا الغنيه وانا الجامده بحب الهدايا وانا اللي بعمل فرختين ثلاثه والرز يبوظ مني ارميه واعمل غيره. فرختين ثلاثة ايه؟ بس في ناس بتخاف بقى يعني المرعى الكدابة دي تتهز قدام قرايبها تتهز قدام هم مهزوزين اساسا. لا تتهز في ان ايه ان اللي حصل ده والغلا ده
يقلل من شكلي ومستواي. ده هما مهزوزين ركابهم بتخبط في بعضها، جايين يتفرجوا عليكي عامله ايه، فانت هتقولي مش هتهز. انا كويسه وبخير ومعلش. هو اللي يقول حاجه هو لازم قريبك كل ما يجي لك ياكل، ما مش عايز تهز قدام قريبه. لا معلش يا بدر، في حاجه. لا ايه في ايه؟ في حاجه هقول لك. ماشي طالما ربنا كرمك وتقدري يا حبيبتي ايوه من اللي حواليكي قومي يا حبيبتي. طب يلا ربنا معاك. لا كونك انك مثلا عليكي حد، لا الحمد لله حد والله. مثلا انت لا شايلاه بتعزمي قرايبك، دي حاجه جميله. ما احنا بصي برضو اللي ربنا كرمه لازم يشجعه يقف جنب غيره. ايوه بس ما انا بقول ان كل ما يجي لك لازم ياكل. ما هو يمكن محتاج اللقمه اللي بتفيد منه. ما هو احنا بنعرف نفرق بقى. كانت ماما الله يرحمها تقول لك زودته ميه، يعني الحله اللي بتطبخيها لو زودتي كوبايه ميه بس على التخديعه هتاكلي نفرين ثلاثه جنبك. فهماني؟ أيوة. ففي ظل الظروف اللي احنا فيها لو فعلا تقدري تقومي بحد من جيرانك، ما على فكره في جار تلاقيه او جاره يعني عشان حالتهم زنقت شويه. ايوه فايه المشكله؟ قريب ليكي قريبه ليكي ايه المشكله؟ انا ده صله رحم، وده دي حاجه حلوه قوي ان احنا نبقى كده مع جيراننا او مع حد نعرفه. لكن انا بكلم ان كل مره لا ما هو لما بتلاقي واقدر افرق ما بين اللي بيستغلني وما بين اللي انا عايزه فعلا وحاسه. لا ما هي دي بقى دي نقطه ثانيه. احنا مش داخلين حرب، هي بتتكلم في قريبين منها. يعني اللي هو صله الرحم. طب انا بكلم صديقه ليكي، هي جايه مخصوص عشان انا كنت معديه انتصار بس قلت مش وماله خليها تاكل، جت على لقمتها يعني. بس لو لقيتها يعني هتاكل صدر فرخه هتاكل معلقتين رز وبوله ملوخيه. خلي بالك احنا بنتكلم على سلوك الأكل عام. الاكل اللي بيفيد ده سلوك عام. الهبل بتاع مفيش حاجه بتترمي. مفيش حاجه تترمي. الهبل بتاع زمان في الاستهلاك وجو ارمي انت محله الرز حطيها في الحط بوش فتلاقي رز قد كده. ارمي الخضار ده بتاع امبارح فضل قد ايه، انت هتشيليه في علبه يا شيخ ارمي ونعمل جديد. الجو ده مبقاش موجود. كانت امهاتنا تحط بواقي الاكل في الفريزر. لما ساعات يبقى بس بتبقي مش عارفه حاجات تقوم حطها في الكيس الابيض. ايوه في الفريزر. وبعدين نبقى نطلع حاجتين مع بعض نعمل جنبهم شويه رز. المشكله بقى ان انا لحد فبتخلص يعني. أيوة. قمتي بغداه بس احنا داخلين في موضوعين في بعض. خلي بالك بتكلم على المستغلين. فاكرين ترشيد الاستهلاك اللي هي كنا بنتريق على اهالينا، انتوا بتطفوا النور ليه؟ في ايه؟ الاوضه اللي تطلعي منها طفي النور، اللي مش عارف ايه اعملي كذا. دلوقتي احنا بنعمل تكييفات. ايوه بس انت دلوقتي الولاد بتطلع وتسيبك التكييفات. قلتي نعمل اكل عادي ونعمل اكل بزياده عادي وما جاتش على اللومه كذا ونطفي النور، يعني انت بتوفري في الكهرباء ومش بتوفري في ال ايوه اللي في ايدي اعمله بعمله. انا عندي اكل زياده يطلع لغيري، وايه المشكله ان انا اطفي النور؟ يعني انت بتعملي خير وفي نفس الوقت بتوفري، ما التوفير بيطلع لله. على العموم هو انك تبقى بتتدبر. ما عندهاش ليه؟ انك تتدبر امورك من ضمنها انك تطفي النور، لان فواتير الكهرباء غليت والميه وكل حاجه. وبدل ما اغسل 3 4 مرات في اليوم أيوة. اغسل مرتين مره. الغساله بتشتغل مثلا دورتين ثلاثه، صح اخليها مره. ايه المشكله؟ الناس بتقعد تغسل في السجاجيد 24 ساعه وتقعد بتقول لك ليه الميه زمان كانت رخيصه الميه دلوقتي غليت ليه؟ ما انت طول النهار بتغسلي في الحيطان وتغسلي في الشبابيك. لا وفي حنفيه برضو بتلاقيها بتنقط مثلا، يعني ايه هنبقى نصلحها؟ اصل النهارده مش فاضيين نجيب السباكة. وتحافظي على اجهزتك لان الاجهزه النقطه دي فارقه، يعني النقطه تيت 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 ويسافروا يصيفوا ويجوا والحنفيه شغاله. ما تدبري امورك. الاجهزه بقت غاليه جدا. صلحي حنفياتك وصلحي بيتك واصحي لنفسك. ويقول لك في ناس تقول لك احنا نسافر وما نفصلش الاجهزه. ليه؟ لا انا الثلاجه بسيبها ودي فريزر بسيبه. ما ينفعش تسيبيها تدفيها ودي فريزر. لا ما ينفعش. لا ده بسيب التكييفات ولعه وكله منور عادي. لا 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 ازاي ويسافروا ويروحوا ده سفه بقى كده حرام. لا يعني الفاتوره اللي انا هدفعها زياده هتنفع ثمنها، هينفع لو انا مش محتاجاها في غيري محتاج. يعني انا اتعلمت حاجه بس كانت من موقف مش يعني ربنا لا يعوده يعني، بس هو ده اللي علمني ان انا وانا ماشيه لازم اطفي السخان. لان انا كنت بلعب رياضه وكنت بنزل واسيب الولاد مع البنت مثلا الساعه اللي انا هنزلها دي، وسبحان الله قلت لا اصلي المغرب
قبل ما انا عندي السخانات هي الفوريه، لما تفتحي الميه تنزل لك سخنه بقى، كهرباء بتشتغل. فقلت طب اقعد لما اصلي بعد كده بنزل بقى عشان المغرب هيدن عليا، عارفه الفرق ما بين المغرب والعشاء ساعات بيبقى. فنزلت لسه قلت هصلي، بصيت لقيت البنت بتندهني بتقول لي مدام نوليا مدام، دخلت لقيت المطبخ بيولع، السخان تحت الحوض اللي هو بالكهرباء ده محدش فتحه ولا عمله ولا حاجه، ولع مشي في الخشب يلا عرفتي بيولع بقى في الدنيا كلها. تخيل انا كنت نزلت بقى الحمد لله، فالحمد لله. فبقيت بقى اسافر انزل اجي اصور لازم اطفي، لازم بالرغم ان السخان ده مش يعني لازم تفتحي الميه عشان يشتغل، لكن خلاص بقى عندي ما سيبش هو ولع لوحده، ولع لوحده. فعارفه بقيت فيش حتى الحاجات شواحن لازم تشيل، بقيت اشيلها كلها. انا ما اضمنش، لا تضمني فولت ولا تضمني لا لا بجد، ساعات لا بتبقى شراره كده بتودي الدنيا كلها. انت بتوفري بتوفري صح. وبتحافظي كمان على نفسك. نعرف ناس من غير موضوع ان الغلاء او غير الغلاء ده، هم من نفسهم ناصحين واعيين مدبرين لطاف، يطلعوا من مكان يطفوا النور بالليل مثلا، تلاقيهم ينوروا اللمبه السهاري في البيت عشان لو حد رايح الحمام او حد بيتحرك في الشقه ما يتخضش او يعرف طريقه، واللمبه السهري ما بتستهلكش، بيستعملوا موفره لمض موفره بس غاليه جدا، بس بتقعد معاهم وقت طويل وبتقلل فاتوره الكهرباء. وبعدين هم مش جعانين يعني هم ميسورين، لا 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 شاطرين، بس هم متدبرين امورهم، شاطرين واعيين النعمه، وعي عندهم، بيحافظوا على النعمه اللي ربنا اداها لهم، مش بخلة على فكره لا هم مدبرين. الست البيت بتعرف تخيط، بتعرف تقص، امهاتنا بتعرف تطرز، فبتعمل حاجات ساعات لاولادها. ما عندهاش حاجه اسمها لبس يترمي، ولا اصل انا كل سنه لازم اشتري لبس، لا اشتري سابوهات، اصل انا مش اصل. وبعدين ما لما يجوا يعملوا حفله او يعملوا قعده او يعملوا عزومه او يسافروا يعني؟ لا يعملوا ديش بارتي، يعني احنا هنسافر ثلاث ايام، انت تعملي ايه؟ فتقولي انا بصي سيبي اللحمه عليا، التتبيله كلها اجيبها متبله جاهزه، انت الخضار باللي كده بيجيبوه جاهز على التسويه. أيوة. انت بصي بقول لك العيش والعصاير والفاكهه انا هجيبها كلها معايا قبل ما نسافر. بس انا فتلاقي الهم بتاع مصاريف السفريه، بقول لكم ميسورين الحال، يعني مش مضطرين يدبروا امورهم. طب انت تعرفي حوار بيصونوا النعمه، الكريمات كمان والماسكات والحاجات دي كلها. طبعا برضو انا كنت مدمنه الكلام ده، واحب قوي لما اسافر بره ادخل وابقى عارفه اللي قدامي ده بيضحك عليا وبينصب عليا، وده بص يشد لك وشك ويرفع لك دقنك ويفتح لك عيونك والمصحف، عارفه انا عارفه ويرفع لك ضغطك ويطهر لك ودنك، وابقى عارفه انه كده، بس عارفه ابقى عامله كده. اموت في الصيدليات بره، اموت واروح واسال على الفيتامينات، يقول لي ده يطول، بصي مسافه ما تروحي مصر شعرك هيبقى طول كده. ما بقاش في بره عشان يعني الدولار سعره، فبقى الكريم اللي كنت بجيبه. فمش هتعملي كده، هتتدبري امورك. اتعلمتي ولا ما اتعلمتيش؟ الحاجه غليت. اتعلمتي ولا لا؟ انا تلاقي البديل. اتعلمت بعمل ايه؟ البديل. لا مش هتحكي عشان الحلقه بتخلص. لا بقيت مش هتحكي بتعملي ايه؟ لا بقولي تدبرت اموري وخلاص. بقيت والله بقيت احط ميه الورد. طب والله العظيم الحاجات الطبيعيه تدبري تمارها. ايه رايك بقى ان الحاجات دي بقيت احس ان هي، ايه رايك ان الكريمات دي كلام هاكس؟ وكانت ماما دايما تقول لي انا عمري، وماما ما شاء الله بشوف احسن. لا حلقه ما نقعدش لماما وبابا وكده يا حبيبتي، بتقولي انا ما استخدمش، كنت بجيب لها الحاجه تقولي لا 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 ويلا بينا نطلع فاصل لحد ما اتبرع بشويه صبوات من عندي ونرجع. وهوب رجعنا ليكو، هنعلم تاني فيكو. البدريه على طول معايا ايه تشتغل؟ انا بحب اشتغلي شويه، اشتغلي اعملي بلقمتك، الدنيا هتاخد منك التقديمه. طيب خلاص في الهيسه. والله يا ابله نوليا انا شاطره قوي قوي، خلاص تعجبني قوي فرفوشه ونعنوشه وطاقه ايجابيه كده، جايبين داف دمه زي العسل وبرده فيديوهاته ماليه الدنيا والله حد جميل، وانا عن نفسي بحبه. حتى قبلتي هوايده نديم اللي هي بتاعت يلا يلا بتحب، انا اول مره اشوفها بتحب حد ما بتحبش نفسي، ايه والله بس هي بتحب. اهلا بيك، كملي بقى التقديم. معانا ضيف لما تحب تهرب
من الروتين والزهق بتاع حياتنا والواقع المرير اللي احنا شايفينه في كل حاجة، تقلب كده على السوشيال ميديا تلاقيه عامل كده ضجة وقلبان ودمه زي العسل. معانا ومعاكم شريف عثمان. شيكو. قبل ما نتكلم في اي حاجة نشوف فيديوهاتك. يلا يلا. باشمهندس شريف احنا محتاجين نسمع رأيك، اتفضل قول مقترحاتك بخصوص الفترة الجاية. تحت امرك يا فندم. والله يا فندم انا شايف ان ال ثواني باشمهندس وده طبعا الشبكة لكن دي ليها حل. احنا ممكن باشمهندس شريف ومن تحت قوي صوت بيقطع صح؟ وكل ده طبعا تحت سيطرتنا ان شاء الله كده الفتره الجايه يبان اكتر كل الكلام ده. لا ثواني احنا ما سمعناش اي حاجه من الحاجات اللي فاتت. ايه ده ما سمعتش منه ازاي؟ اتفضل معلش عيد تاني. تاني يا فندم بقى حضرتك كده. معلش اتفضل كده. حاضر يا فندم. كنت بتقول حاجه ان لا كده كده في كده مش هينفع. في مشكله طبعا الاستراتيجي طبعا الفيجن بتاعتنا لل شكرا 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 فقلت اجرب ليه لا يعني. طب ما جربتش وانت صغير في اي حاجه كده؟ لا طبعا يعني من زمان الموضوع معايا من ايام المدرسه. انا في مسرح المدرسه، الجامعه في مسرح الجامعه، حتى الشغل برضو كان عندنا في فتره كده في الشغل كان في زي مسابقه شركات. مسابقه شركات وبنعمل مسرح بيجيبوا لنا مخرج من بره وزي لجنه ثقافيه كده او لجنه فنيه كنت مشترك فيها، وقلت بقى اجرب موضوع السوشيال ميديا ده. لا فظيع. طب انت يعني لما تبقى كده باشمهندس وتحس كده انك بتعمل فيديوهات ساخره كوميديه وربنا يحنن علينا يا باشا وكده، وبرده انت محطوط في كاتيجوري مع العيال بقى اللي بتعمل تيك توك بقى وترندات، مش حاسس ان ده يعني يهز من وقارك يعني؟ طبعا في الاول كان يعني في اول موضوع خالص، يعني الموضوع ده بدأ مثلا من حوالي 7 شهور كده. في الاول اول شهرين ده طبعا ايه كان كنت بواجه الكلام ده وانتقادات برضو حتى من العيله، ليه انت مهندس وانت في كارير معين وان انت في الشغل مش هينفع وزمايلك، وحتى هم اصلا زمايلي نفسهم اتفاجئوا. يعني انا بدايتي الحمد لله يعني كان اول فيديو ده كان هو يعني قعد ترند في مصر حوالي شهرين، موضوع فيديو اونلاين ميتنج، كنت بعمل نفسي ان انا بكلم المدير والنت بيقطع، عامل نفسي النت بيقطع وكده. انت مهندس اتصالات بقى وفاهم لعبتك. فانا ايه فهو النت بيقطع فكنت ايه فالفيديو ده سمع جدا، فحتى زمايلي استغربوا. زمايلي في الشغل اصلا انا يعني انا شويه ايه حد عكس الفيديوهات تماما يعني وقور. انا يعني سنه هادي شكلك كتير. هادي مش مهرج بقى وعايش بقى خفه ظل. انت مين الرخم اللي معانا ده يعني بتقال لي كده؟ انت احنا كنا فاكرين رخم قوي احنا بصراحه ما كناش بنطيقك، بس انت حد في الفيديوهات يعني. طب ما كنتش بتنكش زمايلك تعمل فيهم مقالب؟ كلام عادي يعني لو جت هزار. لا زمايلب لا بس لو جت، بس انا يعني ايه انا عينيا كاميرا يعني ما بتكلمش، بس انا القط مثلا كاركتر ده يعني بركز في التفاصيل بتاعت يعني الشخصيات. يعني بتعرف تقلب؟ بعرف اقلد وممكن ممكن القط مثلا ايه شخصيه معينه افضل حافظها كده جوايا، بحيث ان انا لو عملت فيديو عملت حاجه استلهم الشخصيه دي. طب ايه الفيديو بقى اللي عمل لك البوم دي؟ هو بقى فيديو الاونلاين ميتنج ده. كنت قاعد كده قدامي اللابتوب ولابس شورت كده من تحت ومفروض بكلم المدير ونصك بس اللي باين كده زينا بدل بقى ويونيفورم وحاجه يعني الاجه من فوق وتحت مهزق جدا وبكلم المدير. على فكره احنا برضو من فوق كده تحت شورتات وشباشب القطني دي عشان الحر احنا لابسينها والله درجه الحراره دلوقتي مستدعيه كده فعلا. فكنت بقى وانا بمثل النت بيقطع ده يعني ما كنتش بقول حاجه غير بس يا فندم انا شايف حضرتك ان احنا الاستراتيجي وراه واقف شويه كده فهو طبعا تعلق طبعا النت لما بيعلق دايما بيبقى فيه شكل غريب يعني اشكال النت بتبقى غريبه لما النت بيعلق فعلا. فانا استوحيت القصه دي ان هو هيقتنع ازاي ان النت تعلق غير بانه يطلع له شكل، اكيد ما فيش بني ادم طبيعي
هيعمل الاشكال دي. فهو كده ولا وبتقول الجمل بقى الغلسه بتاعت الاستراتيجي. ايوه السيركل الاستراتيجي النت يا جماعه الشبكه كده. الشبكه على طب كمل كمل الفيديو افكس كده. مثلا اللي فيه برضو اللي علق مع الناس بس هو كان كله ارتجالي يعني بس هو علق مع الناس جدا. وحضرتك ان شاء الله الفتره الجايه هتلاقيها من تحت قوي. هو ايه اللي من تحت قوي؟ كله بقى سرح بخياله ايه اللي من تحت قوي ده. فالترجمه انت عرفت الترجمه ظل غير عاديه وتعليقات خيال واسع. عندنا خيال واسع. هو احنا بنحب الشعب كله المصري بيحب يهزر. فتعليقات بس كل اللي انت فيه ده من 7 شهور. الحمد لله. الحمد لله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. من غير نفسنا. ايوه من غير نفسنا. كل ده من 7 شهور يا بنتي. وفيديوهاتك لا انا تقريبا 5. لا هم 5 شهور. ايوه برضه كمان. فيديوهاتك بقى على الفيسبوك ولا يعني هو انا يعني بنزل صفحه على اليوتيوب للقناه؟ انا ليا في كله. بس يعني ايه طبعا الموضوع عايز مجهود وعايز ان انا اركز وتفرغ بجانب شغلي ده فمحتاج تفرغ بصراحه الموضوع الميديا السوشيال ميديا. وتحضر برضو الفيديو اللي هتعمله ايه؟ ما طبعا ما طبعا ما الفكره معينه ان انا عايز انفذها بقعد اجهز لها سكريبت واجهز لها وبعدين الناس خلاص خايت عليا ان انا مش عايزين افكار عاديه يا شيكو او يا شريف احنا دايما عايزين افكار كده بوم. انت سبت الهندسه؟ لا لا انا ما زلت شغال يعني بقيت مقرش من اليوتيوب ولا ايه؟ لحد دلوقتي الحمد لله يعني بدات ايه يعني بدات فيديوهات بدات تنبع بس والله انا بقول لهم بيجيب فلوس قليله مش مصدقيني بس التنديعه بتاعت اليوتيوب حلوه. ما انا مش في اليوتيوب للاسف مش قوي بتندع يعني من الفيس لسه بدري يعني الفيس عندي حلوه برضو. لا 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 انت برضو بتقولي كلام عشان بتطمعي الناس ان هم يفتكروا ان هيجي لهم ملايين. لا, لا, لا مش ملايين لا حاجات فوتات اطمعهم فين. انا بتكلم الراجل اهو مقابل الاعلانات اللي بتتحط على الفيديوهات. ايوه يعني. اللي هو يعني ما بتعملش 100 دولار لا 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 بالظبط يعني لا 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 مش للدرجه دي. لا ما انا بتكلم عن نفسي مش بتكلم عن القنوات الكبيره قوي اللي هم بقى لهم 4-5 سنين. انا بتكلم عن نفسي لانه كل واحد بيبقى حسب قناه بتاعته بقى لها قد ايه وعليها فولورز قد ايه طبعا. لكن انا لسه دولارات بقى ولا مصري؟ لا بتنزلك بالدولار. شوف بص بيقول لا بتنزل بالدولار على دولار. على الفيسبوك بس بتجيلك مصري يعني لما انت بتحوليها. انا ممكن اغير لك على فكره. لا بس اقل من 100 دولار يعني الموضوع ما يستاهلش الحوار اساسا. ايوه ما هي 100 دولار دلوقتي بتعمل كام؟ ايوه سوري مش انا بس مدام بدريه تقصد مش انا بس انا وغيري كذا بلوجر. بس اصل الناس فاكره ان اجري يلا اطبخي اجري يلا اضحي اسرارك اتهرشت. ده بقى الجانب السيء علشان السايم. ايه هيجي لك 8000 دولار في الشهر؟ 8000 ايه ده عايز الموضوع مجهود. مش سهل. لا هو بعدين ده في ده الجانب بقى المظلم من الموضوع يعني اللي هو الناس اللي هي الاستعمال السيء واخده الموضوع في سكه تانية غير اصلا الهدف. دايما احنا كده دايما ما اعرفش ليه نستغل الحاجه في يعني مش هي اصلا بتاعتها يعني مش لها استغلال تاني خالص. يعني انت شايف ان اللي بيقدم محتوى كوميدي بمناسبه الاستغلال لازم يبقى ذكي اكتر ولا دمه خفيف اكتر؟ الاثنين يعني ايه المشكله؟ يعني ما انا ممكن ابقى ذكي بس ما عندوش محتوى بقدم محتوى مش 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 جاذب الناس مش يعني بالبلدي كده مش ملمس مع الناس. يعني مش احنا مش حاسينه. هو ليه فيديوهاتي شويه نجحت او عملت ترند عشان شبه تصرفات معينه. ايه ده انا كنت قاعد بالشورت كده امبارح في الميتنج. ايه ده طب الفكره دي حلوه ده انا لان كلنا بنتخانق من الميتنج طبعا. اي حد يقول لك يلا في ميتنج نكد بنبقى متضررين وصداع ده غير بقى انت اصلا خانقه ولبس الناس مش طايقاه. يعني غالبا بيبقى الميتنج دايما مع الناس انت مش حباها. بس انت عندك فكره وكنت غاوي تمثيل وعندك خفه ظل ومصور موقف معين طبيعي وبتقدمه فلنك كده مع الناس وبدات ايه تزود. وعلى فكره مش ولا مش كنت مش مستني فلوس ولا كنت حاسب لها اصلا. انت مستني ان ممكن تيجي فرصه اكبر واحسن. احنا جايبين لك بصراحه النهارده عشان ننق عليك في مساله ان انت تعمل فيديو تقبض منه. انت مصره برضو تاكدي الفكره دي. فكره الفلوس كل على فكره حد بيعمل واليوتيوب بيجيب فلوس. طب ايه المشكله ان عايزه تلبسني في اي مصيبه؟ الستات اتجننوا في البيوت اتجننوا قبض يعني عليهم ده عنده خلاص محتوى فبيقدمه. الستات اتجننوا في البيوت بقوا بيعملوا تصرفات غريبه. انت قديمه قوي على فكره. لانها فاكره انه بيجيب الافات. اتقبض عليهم خلاص. في حمله اسمها حمله تنظيف السوشيال ميديا وفي فعلا نجحوا فيها واتقبض على كل دول. والدليل على كده ان احنا جايبين
الناس المنوره معانا، الناس المحترمه. بس طب انت ايه رايك بيطلع كام؟ بيطلع غيرهم بصراحه. مين اللي بيطلع غيرهم؟ لا خلاص، لما واحده يعني برضه لما بيطلع واحده شافت واحده اتقبض عليها واتحبست هتعمل زيها ازاي؟ ما هو بقى مش لازم من مصر. ايه ده بجد؟ اه طبعا. يا سلام. اه بتفرق طبعا. المهم ان هي ما تبقاش محسوبه علينا. لا ما هي مش هتعرف تجيبني يعني. انت مش هتعرف تجيبني مصريه بس بس من بره. اه من بره. صور من بره وانت مش هتعرف تجيبني كده كده. بس انت شايف انه بعد التعويم وفي غلاء طبعا في المعيشه، انت شايف انك كان لازم يبقى في فلوس جايه برضو من فيسبوك جنب ال برضو مصرين على الموضوع ده؟ يا امي من هو ده الواقع. طبعا لازم يكون في فلوس. ده مهندس اتصالات، هنقول كلام فوق كلامه؟ مش هنقول كلام فوق كلامه. انت ما بتحبيش فلوس اليوتيوب والفيسبوك؟ لا، عشان ده بيشجع الناس اللي في البيت، فاكرين بيجي الافات. ما هو بيجي منين يا حبايبي؟ عشان نبقى فاهمين، بيجي من المحتوى المحترم الجيد. وكل وعندنا مثال، اوعي تعملي حاجه وحشه ماشي، عشان طنط انتصار ضد الحاجات دي. كل حاجه ممكن تستخدميها صح وممكن تستخدميها غلط، او تستخدمها صح وممكن تستخدمها غلط. هعلمهم الطبيخ، هعلمهم ازاي ينضفوا الحمام على فكره. ايوه بالظبط، هعلمهم ازاي يقولوا الكوسه. طب نطلع فاصل لحد ما انتصار تعلمنا ننظف الحمامات. ورجعنا لكم ومع شيكو لسه، ومكملين مع الضيف بتاعنا الجميل. طب عايزين اقول لك بقى يا باشمهندس، ايه الافكار بقى الجميله البراقه اللي لسه بتختمر في دماغك؟ هو دلوقتي موضوع برضو زي ما حضرتك بتقولي كده، غلاء الاسعار. ان هو ازاي مأثر على البيوت المصريه، ازاي اثر على علاقه الزوج والزوجه مع بعض. انت متجوز؟ اه عندك اولاد؟ اه الحمد لله. اثر الموضوع ده بامانه؟ طبعا طبعا. بنيجي ورا بعض دلوقتي والله. رميتي كام رزايه؟ لا هو السؤال اللي انت متجوز ده ملوش اي 30 لازمه. لا عشان اعرف ليكي هدف. لا والله عشان اعرف. لا لا لا. غلاء المعيشه والحوارات اللي بينه وبين مراته. هو انت بقى انا اتسرعت في الاجابه؟ اتسرعت في الاجابه. اصبر، تاخد حاجه تقيله. اصبر، مش عارفه بقول لك بقى الشيكو. بس لماحه يا بنت. طبعا كمان خليته. اوعى تمشي وراهم يا ابني، خليك ورايا تكسب. اول مره تسال ضيف ان كنت متجوز ولا لا. ايوه. ليه؟ هقول لك موضوع حلقتنا. أيوة كده. أيوة. موضوع حلقتنا. انت اللي معاك مصروف البيت ولا مراتك؟ بامانه وهي هتشوفك بقى. هو بصراحه كان معايا كان معايا مراتي. بتهرب. صرفت نظر. بيحب مرات. بيحبها. لا لا، هو الموضوع بهوى مني، ما مش عارف. لا خدي بقى انت الليله. عشان انا ايه، انظر براحتي. براحتي. انت بقى شيكو من قبل الفيديوهات ولا بقيت شيكو علشان يبقى فيه كده دعايه ليك؟ لا لا، شيكو دي ما بين صحابي. دلع عادي. دلع شريف معظمه شيكو. شيفو. فشيكو دي في العيله عادي. حتى مراتي او والدي والدتي اهو كل شويه يقول مراتي عشان ياكد. انت احبطتني بقى خلاص. احبطتني. انا قلت بقى هاخد من ورا اليوتيوب كده، تجيبي شكه حلوه. يا دي اليوتيوب. من ورا الفيسبوك. طب ايه الفيديو الجديد بتاعك؟ فانا لسه بقى الموضوع بقى بيخمر. ان انا مش عايز تعمل لنا حته منه او تعمل اي حته من. لا لسه لسه والله لسه. مش عايز يحرق بس. لسه طب يعني انت ما كنتش بتطلع اي طاقات من طاقاتك ديت مثلا تغلس على اصحابك في الكليه، تغلس على مراتك، تغلس على مامتك؟ لا ما تعمل شقلبازات في البيت كده فنقول ده شريف باني عليه في امل يبقى حاجه كده بعد كده. لا ما هم عارفين الكلام ده فعلا، ان انا بنفذه فعلا. ممكن اقلدهم هم شخصيا. فنكون قاعدين قاعده كده انس او على حاجه. على فكره ساعات الضحك بيطلع من الجد. ده غير طبعا. بحب انا بحب الكوميديا دي فعلا. اللي هو اصلا نبقى بنتكلم بجد كده، وتلاقينا ممكن اكون بتكلم جد وانا وتضحكي جد. اسخف تعليق طبعا، احنا عارفين ان في ناس. عارف اللي هو ايه، هو كل التعليقات حلوه. هو الراجل ده حلو ومحبوب لما احبطه. بتعليق. اسخف تعليق كان ايه؟ مش هينفع اقوله يعني. ايه؟ لا مش هينفع اقوله، بس هو يعني في ناس ما بتعلقش. اللي اقل منه يعني، هو في ناس مثلا يعني الشتم. يعني الشتيمه دي انا ما بشوفوش تعليق. يعني انت لو انت مش عاجبك محتوايا، مش عاجبك اللي بقدمه، يا ما تشوفنيش، يا يعني انا في حاجه كتير ما بتعجبنيش بقلبها.
يعني لكن هقف بتشتم يا ابني واعلق ومثلا اخش اشتمك ليه اصلا؟ وديك يعني وقت أو عيب. طب ما اقلب ليه اقف واعلق؟ عيب في حاجه مش عارف في شكلك، عيب في اي كلام كده. لا واحده مثلا تخش تعيب فيك ليه؟ يعني انت من كده منه ولا فيه؟ دمك سم؟ لا بصراحه مالك وماله ده يعني واحده بصراحه ما قابلتش يعني موضوع البنات ده الحمد لله. انا مصممه اسمع الدنيا بيسمع البنات. اسخف تعليق يعني هو اسخف تعليق بالنسبه لي غير بقى احنا زهقنا يعني اللي هو يعني عارف بيحبطك. لا هو اصلا يعني كل بلوجر او كل انفلونسر او كل اي حد بيعرف يعمل حاجه على السوشيال ميديا بيبقى ليه كونتنت معين هو مميز بيه. ايوه فانت يعني معلش يعني انت كده ذكائك خانك يعني يعني ايه غير؟ مش فاهم اصلا غير روح منطقه مين دي؟ منطقتي. أيوة انا بالزبط. ايوه صح. فبحس هو مش فاهم. طب ايه اكتر موقف كوميدي حصل لك بعد ال؟ لا هو كان اكتر حاجه زي ما قلت لك كده كان موضوع الشغل، زمايلي في الشغل اتخضوا. لان انا اصلا هم ما كانوش يعرفوا طبعا يعني ما بحكيش بقى ان انا لا بعمل فيديوهات ولا حاجه. شافوه صدفه؟ صدفه قنوات فجاه مش عارف كل السوشيال ميديا بتتكلم عن الفيديوهات دي. فلما رحت الشغل بقى ايه ده؟ انت يا ابني انت كنت وحسيت في تغير في المعامله؟ للاحسن يعني مش اكيد يعني اكيد اللي ما كانش مثلا ليه علاقه بيا او ما كانش بيستلطفني يعني بدا يتودد شويه بس ده طبيعي يعني انا اظهرت جانب منك ما كانوش يعرفوه. بالظبط يعني ايه ده طلع لذيذ يعني ده طلع كويس ده احنا كنا فاكرين ده ما خوفش المدام عليك؟ المدام هو له مدام لا مدام كده بقى مدام انت اللي قلت طلعت ظريفه والصوري قوي لطيفه. لا ده انا عسوله عسوله وعاجبك والله بس ركز هنا ركز هنا. طب انت بقى مش عارف اركز فين ولا فين بصراحه. انا حاضر هنا حاضر هنا. ان هل بقى انت مثلا شفت بلوجر او حد كده مثلا اتجهوا للتمثيل او حاجه من اللي سبقوك او اللي طلعوا معاك مثلا في خمس شهور حد مثل قبل كده؟ حد مثل من البلوجرز كتير على فكره والنبي بلاش الكلام هو مش حاضرني دلوقتي. ايوه كتير كتير. لا اديني كاسماء. هو اللي انا فاكره دلوقتي محمود السيسي. لا وفي حد تاني اللي هو مراته اسمها امل جالنا على فكره في البرنامج اللي قبل ده في ريا وشتينا. حليم حليم ده لغايه ما جالنا ما كانش بيمثل. لا دلوقتي ما شاء الله حليم ده بيمثل دلوقتي. هو طب انا فاكر راضي عن السيسي يعني او انا انت يعني لو جات لك الفرصه دي هتبقى عايز تعمل كده هتبقى حابب. اكيد طبعا. هو انا اصلا هو ده الهدف بتاعي. ما انا بقول إن أنا يا جماعه لو شايفين فيا موهبه فانا بعرضها وفي قبول عند الناس وفي قبول عند الجماهير عموما. خد بالك يعني برضو ده مش حاجه قويه تبين امكانياتك. أكيد لان أكيد. في حد تلاقيه هو مستني فرصه دمه خفيف جدا في القعده يوقعنا على روحنا من الضحك لكن تعالى وقفه قدام كاميرا لا مش عارف. عشان كده بص انت ممكن تتغلب على الموضوع ده ازاي؟ انك تاخد كورس تمثيل. ما انت راجل بقى بتاع ورقه وقلم وبتفهم ومذاكر وكده فانت ممكن ايه 3 ايام في الاسبوع ورشه 3 4 شهور مع حد موثوق فيه جامد جدا. وانا ممكن اوديك عند حد علي بدرخان بيدي. طيب ده هو احنا ناقصين ممثلين يا لا ده رجاله ما يمكن يا ستات يا ستي هنعمل دور راجل انا ليه تعملي دور راجل ايوه ومهندس ما تفضليش من غير نفسنا انت جاي من غير نفسنا هتعرفي عند الاستاذ علي بدرخان تاخد لك كورس كده حلو لقيت الموضوع كده كمل 3 شهور تاني فلما تجيلك الفرصه تبقى انت مستعد لها مع الموهبه الجميله اللي عندك ديت. طب يا ريت انت ما بيحبطكش لما بتشوف حد ما بيقدمش محتوى كويس بس ناجح قوي وعنده فولورز وعنده جمهور؟ لا هبقى طبعا يعني هبقى هكون بصراحه كذاب قوي لو قلت ما بيحبطنيش. هتغير؟ لا هكون كذاب لو قلت ما بيحبطنيش طبعا. لا مش بغير بس بستغرب ان دايما ازاي الناس بتقول ايه الجهل ده. يعني انا بتعرف المحتوى اللي عندي وكده وعندي احسن وده ازاي عامل ناس ثانيه ترجع تقول لا هو طبيعي الحاجه الشاذه هي اللي بتفرق. شفت يعني هو ده الترند بقى. ايوه الشاذ يعني ده هو اللي بيعمل الترند. اعمل حاجه غريبه جدا كده او حتى لو مقززه او نكت بايخه. انت برضو عملت الغريب بس عملت الغريب الحلو المحترم شيء. ايوه بالظبط يعني ده دي كانت احسن تعليقات بسمعها. بصي مقدم شبه السكتشات. ايوه بالظبط سكتشات فرديه كوميديه فيعني مقدم حاجه يعني. طب معلش يا جماعه عايزين نرجع لمصروف البيت دلوقتي يا شيكو.
احنا عايزين نعرف انت بتصرف ازاي دلوقتي بما انه يا ستي هيديك المصروف بما انه بقى مليونير دلوقتي بما انه بقى مليونير تعبها هي تعبها مليونير مليونير خلاص عايز اعرف انت دلوقتي بعد ما دخلنا السوشيال ميديا بقى وعملنا جرشينات انت بقى ازاي دلوقتي بتصرف انا دلوقتي حاليا انا سبت الموضوع فعلا بعد موضوع الغلاء ده طب انا لقيت يعني نفسي إيه وبعدين انا مسرف عشان يعني انا للاسف انا مسرف يعني انا ما بعرفش الم ايدي كل الرجاله بتقول كده وبعدين بدات ايه مش عارف في حاله سن هبل كده مسكني الفتره دي إيه بقى؟ موضوع لعب الاطفال ده إيه ما اعرفش بقى ما عشتش طفولتي هل ابويا وامي ما كانوش بيجيبوا لي لعب لا لا هو بقى اوفر اعمل لا نفسي عندك حق بقى اوفر اعمل نفسي اجيب لي العيال كده انما انت اللي عاوزها بس انا اللي عاوزها لا مش انت اللي عاوزها ولا أيوة. بتستنكر على الاطفال ان هم بيجيبوا لا لا هو اللي عاوزها بس انا عايز العب بيها عايز اشوفها يعني عايز احتفظ بيها دبدوب لا لعب بقى لعب يعني في عربيه بالريموت حاجات عربيات ما اعرفش ايه بيطلع بس غاليه مش قليله فاعمل نفسي فلقيت نفسي بقى بهوايه مني فقلت لها بصي يا بنت الحلال انا عشان ايه انا ايدي يعني بتقول العربيات اللي بالك كده وتقعد تتساب انت وابنك فاللي هو ايه فهي طبعا هي بدات تلاحظ بقى هو انت هو كل يوم لعبه هو الطفوله ده لابنك متاخره هي في طفوله انت رايح على فين ده فينا فقلت لا بصي ده بلس كمان بقى موضوع ايه ان انا فعلا خلاص هي موضوع بهوى مني كاسعار يعني الحاجات فالبسي انت بقى الليله خديها انت الليله على بعضيها كده عشان اروق دماغي ما قابلتش حد يقول لك بص الاستمراريه اهم حاجه وخلي بالك المحتوى بتاعك لازم يبقى 25 دقيقه مش اكتر وخلي بالك على فكره ممكن اشتري لك مليون ب 25000 بس هاتهم لا الناس وممكن الاعلانات بقى بتتعبني قوي بقى الناس شفت الناس بتنظر لك دي ايوه بترتب لك مستقبلك الفهلاويه يعني الموضوع ده فعلا مش بيضايقني انا فيها مشكله ولا حاجه موضوع يضايق فعلا صح لا ده موضوع ده يعني انا بلد بقالي 5 شهور انت مستعجل عليا ليه أيوة او باصص لي ليه يعني انا لما بطلع لايف مثلا مع الناس كده على تيك توك او حاجه او على الفيسبوك فبلاقي الكومنتات دي او التعليقات دي يكلموني كده على فكره انت المفروض بقى تعمل كذا وكذا خلي بالك انا هبعت لك سكتشات محتوى طبعا ده حب يعني انا مقدر ان ده بيبقى حب كده لا هم لا يا حبيبي عندك كام مليون كده ولا كام ضغط اعصاب فعلا بيضغطك قوي عندك المتابعين زادوا الحمد لله مع الوقت كل فتره الحمد لله شيكو احنا بجد مش قادرين نشبع بقى من الفتره الجميله شيكو انت مش عايز تسالنا سؤال دلوقتي مش حاضر في دماغي حاجه يعني بس احنا بنشكرك جدا 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 والله العظيم انا بص عايز اقعد معاك للصبح عشان هو قالوا لك طلعينا يا نوليا فاصل بشكرك يلا نطلع فاصل ونرجع استنونا طول ما احنا عايشين مفيش ورانا غير اهتمامنا بصحتنا غير اهتمامنا باكلنا شربنا الكروشه الصغننه اللي طالعه البداره اللغط نقضي عليه ازاي فشركه هيلثي لايف هيلثي لايف يس بعتنا خبير التغذيه احمد رأفت فليتفضل اهلا بيك يا استاذه بدريه اهلا بيك انا مبسوط جدا ان انا معاكم النهارده بشرف بيكم جدا وباذن الله النهارده شركه هيلث لايف بتقدم اقوى الكورسات اللي بتخليك بتخس بدون مجهود وبدون حرمان حلو هتخس من غير ما تحس ماشي ايوه انت عامل سلوجان لنفسك هتخس بدون مجهود وبدون حرمان وهتخس من غير ما تحس هتخس من غير ما تحس بالظبط انا عايز ادافع عن الهاشتاج ده شركه هيلث لايف هتخس من غير ما تحس وهتخس بدون مجهود وبدون حرمان كمان كويس تمام اهم حاجه المجهود بالظبط مش هتتحرك احنا بعد الشعب ما بنحبش نتحرك كتير فعشان كل حاجه جبنا احنا كده فعشان كده كورساتنا بيكون فيها يعني بعض الاعشاب والمواد الطبيعيه اللي بتزود معدل الحرق جدا فبتخليك كانك رحت الجيم ساعتين وانت قاعد مكانك كانك اتمشيت ساعتين من غير ما تروح في حته يعني بدون مجهود وبدون حرمان هتخس معانا في شركه هيلث لايف بس انت مش شايف برضو ان الرياضه
جنب الكورس ممكن تفيد اكتر؟ اكيد طبعا، هو اكيد ما فيش حد هيبقى ضد الرياضه، الرياضه طبعا هي حاجه مهمه جدا ولازم كلنا نسعى ليها. ولو اساسا انت بتلعب رياضه مش هنتكلم في موضوع السمنه بالظبط اساسا، لا في اللي هي الدهون العنيده، الدهون العنيده اللي موجوده في الاماكن ديت هي كورساتنا بتشتغل عليها. لا رياضه ولا اي حاجه، لازم حاجه تحركها من جوه. مرض السمنه مرض معاصر، بقى مرض العصر. لاننا كلنا حاليا يا اما قله حركه، يا اما شهيه مفتوحه بسبب الفاست فود، بسبب الكنز، بسبب العصائر المصنعه فيها كميات سكريات اوفر دوز بتخلي الواحد عنده سعرات حراريه يعني عايز يحرق كميات من السعرات الحراريه عاليه جدا، فمحتاج ان هو ياخد حاجه تساعد على سد الشهيه وعلى حرق الدهون بحيث ان هو يوصل للشكل والوزن المثالي بكل سهوله. واللي يزعل بقى ان تلاقي كمان الشباب النش اللي لسه طالعين دي المشكلة. هم اللي في عندهم بسبب الفاست فود والكنز والحاجات المصنعه كله بقى يستسهل ويروح عليها يعني. فالنهارده شركه هيلث لايف بتقدم اقوى الكورسات اللي بتسد الشهيه وبتزود معدل الحرق وبتحرق الدهون وبتكسر ثبات الوزن وبتنحت القوام. احيانا بتلاقي شخص مهما يجرب دايت، يجرب يمين يجرب شمال، ما بيخسش، عنده ثبات في الوزن. فالكورس بتاعنا بيكسر ثبات الوزن دوت بحيث ان هو يخس بسهوله. ايه هو بقى الكورس؟ ايوه عباره عن لازم نقوله سيبنا انا اقوله انت عارفه. كورس النهارده هو كورس البسالينتا. كورس البسالينتا هو الكورس المصرح والمسجل بالهيئه القوميه للسلامه والغذاء، وهو اول منتج في مصر بيعمل على سد الشهيه ورفع معدل الحرق وكسر ثبات الوزن ونحط القوام وتفتيت الدهون العنيده في الجسم بشكل متناسق. يعني مثلا مش وشك هيخس او حته هتخس وحته لا كله هيخس مع بعضه بشكل متناسق. اهم حاجه كله يخس مع بعض بالظبط، عشان ما بحبش انا حته تروح في حته حته تفضل لا كله يخس مع بعضه بشكل متناسق. نفسك يعني هنسد نفسك؟ لا هنسد الشهيه مش هنسد النفس. ما هي الشهيه عباره عن ايه؟ عن النفس اللي عايزه تاكل. لا ما احنا هنسد الشهيه بمقدار معين بنسبه 80% بس، بحيث ان انا اسيب لك 20%. مش انا قلت بدون حرمان؟ يعني بدون حرمان يعني اخليك تاكل كل حاجه بس بمقدار 20% فقط من حجم المعده. يعني انت مش قادر تاكل اصلا بالظبط. وبعد ما تاكل محشيه واحده ممكن تاكل محشيه ثانيه اثنين خليها محشيه اثنين حلو اثنين حلوين وبعد كده ممكن في بني ادم لما تقول له انت هتعمل دايت عشان تخس يزيد عند وياكل زياده بالظبط. ما هو فكره الدايت دي فكره سخيفه وكلمتها اسخف. اصل الاكل برضو ده متعه من متع الحياه، يعني افضل طول عمري ماشيه بالدايت. احنا عشان كده بنقول هنخس بدون حرمان، يعني هتاكل كل حاجه بس بكميات قليله. مش مشكله النوع بس كميات قليله، فتخليك ان انت يعني مرضي وعندك رضاء نفسي عن الاكل اللي انت اكلته. حتى الحاجه بسيطه، بتشوف المحشي استوى ولا لا، بتضرب 5-6 صوابع. ده لسه تيست، ده المحشي السخن ده كله تيست، اشوفه استوى ولا لا. 5-6 صوابع اشوف فيه ملح ولا لا. بس الكبسولات بقى سد الشهيه حرام عليك، تاخد خالص الحلقتين. انا بتكلم عن نفسي بتجس بتكلم عن نفس. الكبسولات سد الشهيه طبعا. بعد ما اهضم ال 20% اللي انا اكلتهم دول ممكن اخد صباع محشي ثاني واملى ال 20%. اكيد طبعا. فكده ممكن اكل 4 صوابع على مدى اليوم بالظبط، على مدار اليوم اللي هو حاجة انا كنت باكله وانا واقفه بالظبط كده، بحيث انك مش هيبقى يعني مش محروم من حاجه، بس بتخس بشكل متناسق من غير اي قلق ومن غير اي اثار جانبيه ومن غير اي اضرار. لان الكرسي بيكون مكون من الياف طبيعيه بتنفش في المعده، بتملى حجم المعده بنسبه 80% وتسيب لك 20% تاكل لنفسك فيه. شرب الميه مهم برضه. اكيد طبعا طبعا. شرب الميه اصلا على الريق ليه فوائد كتير جدا. الكورس عباره عن كبسولات ونقط واعشاب. الكبسولات بتزود الشهيه، بتسد الشهيه مش بتزود. زود دي لها نزود الوزن. بتسد الشهيه، بتزود معدل الحرق، بتحرق الدهون، بتكسر ثبات الوزن، بتنحط القوام. النقط بترفع معدل الحرق بنسبه 200% كانك رحت الجيم ساعتين. كويس. والاعشاب بتطرد السموم من الجسم والميه زياده. الكورس دوت كامل متكامل. كورس ذكي، هو عارف هو بيعمل ايه وداخل على المناطق اللي هو عايز يخصصها فقط. لان الكورس مكون من الجارسينيا جامبوجيا، من الجرين كوفي، من الجرين تي، من الجريف فروت، مكون من مستخلص الفلفل الاسود، مستخلص الفلفل الحار. انت بتحط لنا فلفل اسود وفلفل حار؟ مستخلص الاكستراكت بتاعه. مش تصدق الحاجات اللي منه دي بتخسس بالظبط. هو بس المستخلص بتاعه بحيث ان هو يخش على مناطق، بحيث ان هو يعزز وينشط ويحفز معدل الميتابوليزم، بحيث ان هو يزود معدل الايض، فالشخص يحرق دهون اكتر.
يبقى نسد الشهيه ونحرق الدهون، هم دول الحاجتين اللي انا عايزهم عشان اقدر اخس. بس كل حالات واحد ولا لو جيت قلت لك انا ضغطي بيه على مثلا تدينيش فلفل اسود كتير قللي؟ لا اكيد هم حاطينها بنسب بالظبط، دي حاجه بس كل شخص وكل حاله ليها كورس مناسب ليها. اه يعني لو حد مثلا سنه اقل من 18 سنه ليه كورس، لو حد من 18 لحد مثلا سن ال 50 ليه كورس بلس كده ليه كورس. مريض المرضيه برده بالحاله المرضيه الحمل مثلا ما ينفعش، المرضعات لها كورسات معينه لان يعني كل حاله ولها كورسات معينه. يعني واحده بترضع هتخسس ما تستنى لما تخلص رضاعه وتخسس، ممكن تكون بترضع صناعي قوي فينفع تستخدم الكورس عادي. ولو مش لو بترضع طبيعي بعد 6 شهور تستخدم بعد الكورسات. طيب لو طفل صغير ليه كورسات معينه بس برضو لازم يكون في رينج من 12 سنه ل 18 مش اقل من كده. طب لو حد عنده سكر وضغط الامراض العصر معينة. يعني ليه كورسات معينه؟ ما امراض العصر دي سببها ايه؟ بنسبه 90% السمنه، ضغط، سكر، كوليسترول، تصلب شرايين، كوليسترول، دهون ثلاثيه، مفاصل، معظم يعني معظم الامراض اللي الشائعه سببها السمنه. وعلى ذلك الكانسر برضه بينمو في السمنه. بالظبط. معقوله او مرض بالظبط يعني امراض كتير جدا، ودي من مضاعفات السمنه. مش قادر يطلع سلم، نهجان، مش قادر، قله حركه، مش قادر، صعوبه في الحركه، صعوبه في التنفس. ففي حاجات كتير جدا السمنه هي بوابه لكل الامراض اكيد طبعا. طب احنا سمعنا ان في عرض جوهري جميل جدا، فايه هو العرض ده؟ عرض النهارده اللي هو في بمناسبه وجودي، ايه العرض؟ انا يا ليكي. عرض النهارده عباره عن كبسولات البيسالينتا ونقط البيسالينتا واعشاب البيسالينتا، عليهم خصم 50% وكمان الشحن مجانا. كفايه كده؟ لا طالما قلت بيسالينتا كمل في البيساريا. بيساريا؟ بيساريتا. بيساريتا ايه دي؟ هنعمل هديه. ماشي. هديه كورس تاني، يعني شهر عليك وشهر علينا. انت الشهر دوت الكورس دوت بيخسسك من 12 ل 15 كيلو في شهر واحد. هنديك كورس تاني مجانا عباره عن كبسولات ونقط واعشاب. مش بس كده، طب يعني العرض ده مستمر قد ايه من بعد اذاعه الحلقه؟ لمده اسبوعين فقط. اسبوعين فقط لا غير. يعني اللي مش هيلحق احنا بنقول لكم اهو مفيش بقى بعد كده. بالظبط. كبسولات ونقط. اول 200 متصل اول 200 متصل هنديهم هديتين. ايه هما؟ كريم لشد ترهلات. ايوه. وحزام فايبر حراري. الحزام ده بيفيدني في ايه بقى؟ بيحرق الدهون برضه. هنحط الكريم وبعدين نحط الحزام بحيث ان احنا بنستخدمه بعد ما نخلص الكورس عشان لو في اي ترهلات او سيلوليت تروح. خصوصا بعد الولاده مثلا او بعد التخسيس طبيعي بيبقى في شويه جلد زائد. فالكريم مع الحزام بيشد الكلام ده. ايوه. بس طب ده كويس. ده كده عرض كمان وراه لحد ما تخلوه يبقى جسمه مشدود. لا هو الفريق الطبي لشركه هيلسلايف فريق متابع من اول يوم لحد اخر يوم لحد ما تثبت الوزن كمان. متابعه اسبوعيه من الفريق الطبي لشركه هيلسلايف، بيتابع العميل اسبوع باسبوع لحد ما يوصل للشكل الوزن المثالي، وبعد كده بنثبت الوزن بحيث ان هو ما يرجعش يزيد. يزيد تاني عشان ما يرجعش يزيد بيثبت كل الوزن. كل حاله وليها يعني طرق في التثبيت. اصل في ناس بتنزل 5 6 10 كيلو حتى فبيرجعوه ويرجع يزيد تاني اكتر عشان مش بيتابع. بيقول لك خلاص انا وصلت بقى ارجع بقى اكل زي ما انا. ده غدوتين بيرجعوا له 5 كيلو. احنا بنقلل الشهيه تدريجيا بحيث ان هو خلاص يتعود على حجم اكل معين، مش هيقدر ياكل اكتر من كده، فطبيعي خلاص مفيش انتاج داخل جوه جسمه، فطبيعي وزنه مش هيزيد تاني. طب هو يقدر يستمر بقى ياخد الحاجات دي يعني مده قد ايه؟ نفرض مثلا ان هو ايه عنده 40 كيلو، حتى عنده 20 كيلو، خدها شهر 2 3 4 ممكن يقدر ياخدها سنه. الكورس الواحد يعني يقدر ياخد 5 6 كورسات مفيش اضرار. طب ليه؟ ما هو الكورس بيخس من 12 ل 15 كيلو. الكلام ده احنا بنتكلم فيه لو حد مثلا اوفر ويت، حد مثلا عايز يخس 40 كيلو 45 كيلو، فبيقعد مثلا تقريبا معانا حوالي 3 ل 4 شهور بحيث ان هو يوصل لشكل الوزن المثالي بتاعه. معانا ساره. ايه يا ساره؟ برضو بدريه يا جماعه. ازيك حضرتك؟ ازيك حضرتك؟ اهلا مستقبلا. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيكي. على فكره حبيبتي انا اللي بكلمك مش الدكتور. تتكلمي يا ساره؟ قولي لي ازيك يا بداره. ازيك حضرتك عامله ايه؟ يا ساره عشان ما تزعلش. معاكي اهو. كلمي بقى الدكتور معاكي. اتفضلي يا استاذه ساره. بصي يا دكتور، هو انا يعني بصراحه سمعت عنكم كتير جدا، وان انتوا ما شاء الله يعني في حالات كتير خاسه معاكم وكده، فقررت بقى ان انا ابدا بقى ان انا اخد التجربه معاكم وابدا ان انا اجرب. بصوا، هو انا وزني حاليا 100 كيلو وطولي 160. طيب. عايزه حاجه بقى تكون كويسه ليا تجيب معايا نتيجه كويسه، وفي نفس الوقت الحق اخس، عشان احنا طبعا يعني
الشكل والمناسبات. وطبعا زي ما انت عارف ان انا ببقى عايزه انزل، مش عايزه بقى حد يعني، ناس كتير بتعلق لي على شكلي واني لازم اخس، واني ما ينفعش ان انت سنك وسنك 27 ومنظر جسمك كده وسنك مدي على كده، فانا عايزه الحق بقى اخس. بالظبط، محتاجه تخسي 40 كيلو عشان توصل للوزن كده المثالي، والشكل اهم طبعا. عايزك تساعدني ان انا اخد حاجه تكون مناسبه ليا. في اي امراض مزمنه يا استاذه ساره؟ ايه؟ اي امراض مزمنه؟ لا الحمد لله ما فيش حاجه. طب الحمد لله. طيب في حمل او رضاعه؟ لا لا، انا يعني انا لسه بنت وسني 27 سنه وهو الوزن 100 والطول 160. على خير ان شاء الله. طيب افضل كرسي ليك هو كرسي البسالينتا، الكرسي عباره عن كبسولات ونقط واعشاب. شكرا يا ساره. هتسمعي الكرسي، الكرسي بيسالينتا عباره عن كبسولات ونقط واعشاب، الكرسي بيسد الشهيه وبيزود معدل الحرق وبيحرق الدهون وبيكسر ثبات الوزن وبينحط القوام، الكرسي هيخسسك في الشهر الواحد من 12 ل 15 كيلو، وهتاخد عليه كرسي هديه تخس برضو عليه من 12 ل 15 كيلو عباره عن كبسولات ونقط واعشاب، بلس ان هبعت لك هديه عشان انت من اول متصل، هتاخدي كريم لشد الترهلات وحزام هديه. شكرا ليك يا ساره، وان شاء الله تخسي وتوصلي لشكل وزن مثالي، وتطلبي مننا تاني، وكل الناس اللي تابعك برضه تطلب مننا تاني. هتخسي من غير ما تحسي يا ساره، وبدون مجهود وبدون حرمان كمان. بس انت يعني انت دايما بتقول، هي قالت لك انا 160 سنتي، لا هي فاحنا بننزل 100 بالظبط ونحتفظ، بس انا سمعت النزل 110. هو مش هو الوزن بيتحسب، هو الصح بيتحسب حاجه اسمها البي ام اي اللي هو البادي ماس اندكس، اللي هو معدل كتله الجسم، من خلاله انا بقدر احسب ازاي وزني المثالي. يعني هو معظم الناس تقول لك انت مثلا طولك 170 ومثلا وزنك لازم يبقى اجباري 70، لا هو رينج، ممكن يبقى مثلا 80 بس في عضلات وجسمه مشدود فوماله يبقى شكله كويس، بس عضلات بالظبط، لان في فرق بين شكل الدهون وشكل العضله. يعني شكل العضله بيكون شكل شيب كويس، اما شكل الدهون بيبقى مترهل صح، فيكون شكله كبير. ونفس الوزن، يعني ال5 كيلو حديد هم نفس ال5 كيلو قطن او السفنج، بس الشكل ده غير شكل ده طبعا، ده لهلطه وده عضل بالظبط، ده فرق بين الدهون والعضلات. عايزين بقى نشوف اللي خسه بيفور وافتر، وهنشوف الشكل العام ونشوف التغير اللي حصل. يا ما شاء الله، كانت 115 كيلو بقت 85 كيلو. هنا دي شخصه بقى، ودي شخصه ثانيه، واضح انها مش قصيره، هي طولها حوالي 180. طويله يعني، مش عارفه ان هي طويله، برافو. ما ال 85 كويس عليها. لما خست ممسوقه نازله كام كيلو؟ هي نازله كده كام كيلو؟ كده نازله 30 كيلو. 30 كيلو 30 كيلو في شهرين كويس. ولا دي خست قوي، من 110 ل 70. سبحان الله الخسسان، لا من 110 كيلو ل 70. يعني خسست 40 كيلو في 3 شهور. فعلا لا صغر في 3 شهور طبعا. بجد بجد، حتى وهي وشها متغطي باين عليها صغر، باين. بصي ده، بصي الوقفه عامله ازاي، كلها حيويه ونشاط. هو مش كده وبس، يعني هو طبيعي هيلاقي حركه اسهل، هيلاقي حتى لو في الشغل في الوقفه نفسها. بص حضرتك الوقفه يعني اكيد طبعا، كان 120 كيلو بقى 60 كيلو، يعني خس النص بالفعل، يعني هو 120 بقى 60 كيلو، قسم نصين سبحان الله. ده بني ادم وده بني ادم واحد معرفوش، بس ده في 5 شهور. لان هو كان محتاج يخس قد ايه؟ 60 كيلو في كل شهر، 15 كيلو بانتظام بقى ياخد الدواء. هو خلاص خد قرار والتزم ان هو عايز يخس، فالفريق الطبي مش بيسيبه، الفريق الطبي بيفضل يتابع معاه خطوه بخطوه لحد ما يخليه يخس ويثبت الوزن بعد ما يخس. طب نجيب المنتجات ازاي يا فندم؟ ازاي نحصل عليها؟ اي حد احنا معانا هنا على الشاشه صفحتكم على الفيسبوك والانستجرام، ولا فيسبوك بس؟ الفيسبوك، فيسبوك، فيسبوك وانستجرام، والكيو ار كود بتاع الواتساب، وارقام التليفون، فاي حد يقدر يتصل على الارقام الموجوده على الشاشه. ايوه دي صفحه الانستجرام، دي الانستجرام هيلثي لايف، هيلثي لايف. وطبعا مصرح من وزاره الصحه، مصرح ومسجل بالهيئه القوميه للصحه وطبعا غير الغذاء. ايوه اهم حاجه بالظبط، وطبعا حاجات طبيعيه، تصريح على الشاشه بالظبط، ده تصريح اللي بيسالينتا. بالظبط. والتصريح ده سري لمده قد ايه؟ لا لمدى الحياه ان شاء الله، بس انت مكمل عشان منتج ناجح ان شاء الله. ان شاء الله. طب ايه تاني عايز تقوله لنا؟ عايزين نكرر العرض تاني طبعا. طيب العرض لانه 50% فلازم نكرره. كبسولات بسالينتا ونقط بسالينتا واعشاب بسالينتا بيساعدوا انك تخس في الشهر الواحد من 12 ل 15 كيلو، زائد انك هتاخد هديه عليهم. هديتين، احنا قلنا هديتين، خلينا في اول هديه الاول. طيب ماشي، عشان دي الجنرال لكل الناس. ماشي، اما الهديه الثانيه ديت لاول 100 متصل فقط. طيب كبسولات ونقط واعشاب
هديه للشهر الثاني بلس ان احنا هناخد حزام وكريم لاول 100 متصل. والكورس الاولاني عليه خصم 50% وشحن مجاني. ماشي كويس برافو. عايزين تاني؟ اه الستات بتحب الهدايا قوي. عندك هدايا ايه كمان؟ كفايه كده. والشحن مجاني. الشحن مجاني والكورس الاولاني اللي هو هيشتريه عليه خصم 50% وهياخد كورس عليه هديه وحزام وكريم كمان هديه لاول 100 متصل فقط. ايوه كويس. ايوه نثبت ازاي بقى؟ نثبت الوزن ازاي؟ اه كل عميل وكل حاله بيكون ليه كورس تثبيت مختلف عن التاني. يعني بعد ما يخسس في كورس تاني تثبيت؟ ما مش شرط كورس، ممكن يبقى عن طريق انظمه غذائيه. يعني مش شرط كورس تثبيت على حسب الحاله. بس فعلا اقدر اثبت بيها مثلا عمري كله يعني ما تخدش؟ انت طالما انت خدت القرار خلاص مش هترجع في تاني. خدت قرار في ايه؟ لا ده انا في الحاجات دي ما بص انا كلمتي مش واحده بقى، افرض انا اغرضني اكله بالفعل حجم المعده مش هيقدر يستقبل كميات اكبر من كده. هو خلاص حجم المعده اتعود ان هو يخش له 20% اكثر. ما انا وبدريه بقول لك بحب التزيخ والرنجه فممكن راح يعني دي املاح. حتى برضو لو حتى لو عملتها مره خلاص مش يعني مره يعني بالظبط من نفسك يعني. والله انا عايشه بكرشي كده حلو جميل اهو. لا انت كرفي ما شاء الله عليك. لا ما فيش لا ما فيش كرشي ولا لا بس برضو هي مؤكد ممكن تكون عايزه تخس طبعا تغير من شكلها ركبها. ما فيش حد عنده حركة. حته زياده مش عايز يتخلص اكيد طبعا. صح اللايف ستايل طبعا كل الناس محتاجاه. وقتنا خلص، كنا عايزين نقعد معاك اكتر واكتر نستفيد من خبرتك والناس تستفيد من العروض بتاعتكم الكويسه. بس الوقت بقى خلصت، فقرتنا خلصت، حلقتنا. واستنونا بقى مع الحلوين نوليا وانتصار ومن غير نفسنا.